مشاهدينا بحييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. طبعا انظارنا تنتظر نتائج جلسه مجلس وزراء اليوم يلي على جدول اعمالها 46 بند، من ابرزهم اقرار خطه النفايات، معالجه النفايات في لبنان، لانه ما فينا نقول فقط في جبل لبنان او في الشمال، انما على مساحه لبنان وين ما كان في مشكله، وكلها عم تنعكس على صحه الناس، على الهواء، على التلوث، وهيدا الشيء طبعا ما بيفرق لا بين مسؤول ولا بين مواطن عادي. من هيك إذا أقرت هالخطة كلنا معنيين فيها، بلديات ومواطنين، حتى نحافظ على بلدنا نظيف، وحتى بالوقت ذاته نخفف قدر الإمكان من استهلاك الأمور. كتير نحن بنستهلكها أكتر من غيرها، بده يصير في شوية إذا بدنا نقول مراقبة أكتر على شو بنصرف شو بنشتري. في أمور كتير يمكن نرميها منا بحاجة لإلها، نقدر نقنن شوي إذا بدنا، ولكن بالوقت ذاته كلنا بدنا نلاقي حلول لأنه بتنعكس علينا إيجابا. معلومة، بمعلومتها اليوم عدة بيانات لكهرباء لبنان. أول معلومة هي تخفيض رسوم الاشتراك بالتيار الكهربائي اللي كانت أعلنت عنه وزيرة الطاقة والمياه، رح يبقى مستمر حتى 28 آب 2019. وبالوقت ذاته عم بتواصل المؤسسة حملات نزع التعديات بجميع المناطق واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق المخالفين. ولكن اللي بدي اقوله انه يلي اليوم بده يركب طبعا رسوم اشتراك بتيار الكهربائي بنسبه 75% تخفضت، ان كانت 15 او 20 امبير، مستمر ل 28/8 يعني 28 هذا الشهر، ضمنا بكل الدوائر المنتشره في الاراضي اللبنانيه، وراح تعود هالرسوم الى قيمتها الاساسيه بعد 28 اب. فيكم تستفيدوا إذن من هالفترة هيدي. في عزل عدة مخارج، أولا مخرج مرج الخوخ من محطة مرج عيون الرئيسية من 21 لغاية 31 آب، ومن 2 أيلول لغاية 8 أيلول من الساعة 8 صباحا للساعة 4 بعد الظهر، بسبب الأشغال الجارية لإنشاء مخرج حصبية الجديد من المحطة نفسها. أكيد رح ينقطع التيار الكهربائي طوال فترة العزل عن المناطق يلي بتتغذى من المخرج مرج الخوخ. كمان عطفا على بيانات سابقة، أعلنت كمان كهرباء لبنان عن تمديد عزل مخرجي زفتة والرادار من محطة المصيلح الرئيسية لغاية 31 آب من الساعة 8 صباحا للساعة 5 عصرا، من أجل استكمال أعمال تأهيل المخرجين. رح ينقطع طبعا التيار الكهربائي طوال فترة العزل عن القرى والبلدات التالية: زفتة، فروي، دير الزهراني، تميري، منفعول، عزي، أركي، يومين، حومين، عرب الجل، عرب طبايا، ومزرعة الخريبي. كمان في عنا متابعات ومنتابع أكيد، نتلقى بعدين اتصالاتكم على 0444-444-444 وبنبدأ مع المتابعات. بمتابعتنا لليوم بدي حيي رئيسة مجلس إدارة مدير عام مصلحة السيارات والآليات في لبنان المهندس هدى سلوم، يعطيك العافية. اوكي، يا هلا ست هدى. كتار عم يسألونا عن النمر العمومية يلي أعلن عنهم مؤخرا، ونحن بنعرف أنه يمكن بالقانون يلي صدر أو التعميم يلي صدر ما بيكتمل غير ما يصير في لجنة أو آلية أو شيء. اليوم اللي عم يسألونا عن هالنمر العمومية، شو جديدة؟ شو بنقدر نقول لهم؟ هلا نص المادة 96 من قانون الموازنة على أنه ينوضع بالتداول 15,000 لوحة للتاكسيات و 15,000 لوحة للميني باص و 6500 لوحة شاحنات و 500 للصهاريج. نعم. هلا هولي كلهم أكيد نص عليهم القانون، إنما بعد بيلزمنا تشكيل لجنة لحتى تتولى هاللجنة البت بالطلبات، واللجنة بدها قرار من معالي وزيرة الداخلية
وفي كمان لازم يصدر قرار مشترك عن وزيرين الداخلية والبلديات والمالية بيتحدد في أصول تقديم الطلبات والمستندات اللازمة والشروط. نعم. هيدي كمان بعدهم ما صدروا. هلا بالنسبة لسعر اللوحة، السيارة بأربعين مليون، الأوتوبيس الصغير يعني الميني باس بخمسين مليون، ساحني خمسة وخمسين مليون، والسهريج بخمسين مليون، وأكيد في بيندفع عشرة بالمية أول دفع، 25% من حق اللوحة بالأول، وممكن يتسددوا الباقيين يعني على 12 قسط فصلي مع فايدة 7% سنويا حسب نص القانون. هلا هناك من اعترض انه كثير غالي، نازلين نمر غالي، ونحن هل نحن بحاجه لنمر اليوم؟ مع انه لانه في كثير على الطرقات، يعني ما بقى في استيعاب قد ما صار في نقل، يعني باستثناء النقل العام مش موجود صار عندنا كثير نقل، بس هيدا اكيد يعني القرار مش عندك، اكيد عند مجلس الوزراء. نعم، هيدا قرار اتخذ اكيد بمجلس النواب لانه صدر قانون. صحيح، بقانون. نعم. يعني لا يلغي قانون الا قانون. أكيد. لأنه اليوم في بعض السائقين على عموم الاتحادات بترفع لشورى الدولة اعتراض على إنزال هالكميات، هيدا أكيد نحن بنبقى منتابعها معهم. ست هدى، بعرف أنه كمان هلأ كتير عم بتشجعي للاستفادة من تخفيض الغرامات. نعم، لأنه كمان قانون الموازنة نص على تخفيض بنسبة 85% على الغرامات المتراكمة على رسوم الميكانيك. نعم. ولغاية آخر السنة، يعني أنا بدعي المواطنين يستفيدوا من هالفرصة ويسارعوا لتسديد الرسوم السير خصوصي اللي متأخرة منها. 85% التخفيض، ما هيك؟ نعم، على الغرامات. في سؤال عم بي كمان بدهم يعرفوه بخصوص النمر الجديدة، هل هي مضمونة ولا ما في ضمان؟ بيستفيدوا من الضمان يلي بيحصل؟ لا أكيد، عادي عادي مثل ما كانت قبل. يعني بيستفيدوا من الضمان؟ طبعا طبعا، لأنه طلعت خبرية أنه هودي نازلين بس ما فيهم ضمان، قالوا لا شو بدنا ناخذهم إذا ما فيهم ضمان، لأنه الأكترية بتعرفي عم بيحطوا نمرة عمومية كمان للحصول على الضمان. نعم، لا مثل النمر اللي كانت قبل، إنما السعر أكيد هلأ لحق الأسعار الرائجة. صحيح. بعد عندي سؤال لو بدي أخذ من وقتك، كمان عم يسألوه بخصوص الأرقام المميزة اللي اليوم صار فيه عليها دفع، يعني رسم، بدأ استيفاء ولا بعد؟ لا لهلأ بعدنا على الآلية القديمة، ناطرين كمان بده يصدر قرار عن معالي الوزيرة تيصنف الأرقام، يعني كيف بدك تعرفي هذا الرقم شو تصنيفه وقدي بده يدفع، هيدا القرارات رح يصدر قرار قريب صار عن معالي وزيرة الداخلية. وإذا حدا بده يشتري الرقم في يشتري مع السيارة، في آلية معينة لازم يعرفوها المواطنين إذا مسجلة أنقاض، كيف بيقدروا يشتروا السيارة مع الرقم، في شيء تفاصيل؟ نعم. تعطينا إياها بهالمجال هيدا تنويرا أكيد للناس. نحن هلا الرقم ما بينباع من دون سيارة. نعم، يعني لازم الرقم مع السيارة. هلا حاليا بس بالقانون اللي صدر. نعم. لا، تحرر الرقم عن السيارة. يعني صار اللي عنده رقم مميز بعد ما بيدفع له 5% من قيمته بيقدر يحصل على صك مثل صك سند التمليك. نعم. يلي هو بيقدر عند أي كاتب عدل يبيع هالرقم بعد ما يكون دفع الرسم، وأكيد الرسم السنوي اللي بيطلع عنه، والكمان اللي بده يشتري بده يدفع هالمبلغ هيدا اللي هو 5% رسم انتقال. وبيصير هو الشاري مالك الرقم هيدا من دون سيارة من دون شيء. مين بيحدد السعر؟ بعد ما تطبق لتمشي الآلية الجديدة. كتير منيح، يعني هلأ بانتظار آليتين، آلية العمومي وآلية الأرقام المميزة. نعم، معلجة. شكرا لك المهندسة هدى سلوم، رئيسة مجلس إدارة مدير عام مصلحة السيارات والآليات. أنا اتصالاتكم أكيد على 04-444-444 بأخذ أول اتصال اليوم. ألو، مرحبا. مرحبا، أهلا. كيفك تروحك؟ أهلا. أهلا. ستنا أنا بشمول المدارس. إيه. في عنا أجلك عملوا المجارير على الطريق الرئيسية. نعم. إحنا بالداخل شوية قدام الحديقة ما مدونا إياها لجوا، قاعد على كلفتنا بده يسووها. طيب ما معقول البلدية تمر بقلب تشفي كل الطرقات الرئيسية والطريق الداخلية اللي كلها 15 متر بدفعونا إحنا فيها.
بعدين مشيت خلص مثل ما مشونا الا على على يعني انتم بدهم يدفعوكم الوصله صحيح مش انا وصلي من بيتي لهذا اوكي بس الوصله من الطريق للطريق معسابي لجوا عرفت كيف روحي ايه يعني مفروض هن يعملوا الوصله على الطرقات الداخليه ومن الطرقات الداخليه القريبه على البيوت تنعمل الوصله هذا الكلام المضبوط خليني اشوف مع البلديه لاخذ بش بس هن لحالهم انتبه يعني أوكي. راجعوني ببليبل بمطارح عديده بهذا الموضوع كمان ما بعرف ليش هلا اني عم بدفعوا المواطن لانه خصوصا لما بيدفعوا ان كان للمي او ان كان للبلديه بقلب الرسوم في رسم صرف صحي يعني عم يدفعوا مرتين المواطنين كمان صحيح خليني اسالك وبجاوبك على الاكيد كلك لطف شكرا لك اهلا فيك تكرم عينك كمان اتصال الو الو تفضل يعطيك العافيه مدام ريبيكا اهلين عم تسمعيني؟ ايه اكيد طيب مدام ريبيكا بدي بس قضيه خطيره كثير وكثير عم نحكى فيها يعني بالموضوع هيك ولحد هلا يعني ان شاء الله يكون هلا في حلحله بالموضوع هي قضية خطيرة كتير قضية أصبحت قضية وطنية بامتياز شو هي؟ وقضية كبيرة على مستوى الوطن شو هي؟ على مستوى الوطن قضية ناشئين بالخدمة المدنية ايه؟ كل الناشئين محاسبين بإدارات العامة وغيرهم هذه القضية بدنا نعرف عم يحكوا عن المادة 95 من الدستور أنا بس بدي أعرف الخبراء الدستوريين عم يقولوا عم يأكدوا موضوع المادة 95 من الدستور ما بتنص على وظائف فيها الأولى فقط وبين الوظائف الثانية تختار على كفاءة بس بدنا نعرف هل هذا في شيء عم يتخالف بالدستور؟ هل مستقبل الشباب اللي عم يتدمروا كل يوم؟ هل ليش عم يوقعوا بالنص لحتى يتدمر مستقبلهم؟ وبدنا نعرف هل مستقبل هالشباب انه لامتى حيضل هيك؟ يعني ما بعرف هولي لقمه عيش اللي عم يدور عليها الشباب، معقول يدمروها بهالاسلوب هذا؟ أول شيء اللي بدي أقول لك إيه إنه هيدا حق لكم يلي نجحوا خدمة مدنية إنكم تتوظفوا هيدا لأنه الدولة بعتت وراكم وعملت لكم الامتحانات وإنتوا لبيتوا طلب الدولة يعني حالة من موازنة ليش 100% يعني اليوم مفروض إنه هلأ إذا الدولة أخذ قرار بمنع التوظيف أو إلى ما هنالك بيقدروا ياخذوا قديش الحاجة أولى الناجحين مسيحيين أو مسلمين يعني أنا ما بفرق أكيد بين مواطنين لبنانيين نعم الو ايه بتقدر تحكيني تفضل شو بدك تقول طيب هيك يعني انا بدي اعرف انه مرسوم وزاره الخارجيه مثل المراسين باي هذا كيف بيتمرق بهالمرسوم والمراسين باي يعني ناس السمن ناس الذات هذا بدنا نعرف انه يا اما بدنا نكون عايشين بوطن لكل اللبنانيين يا اما يكون هذاك بدنا نعرف يعني بعدين نحن اللبنانيين مش لا هذا كده لا في تمييز بين مسيحي ومسلم بالبلد بحياتنا ما فرقنا بين مسلم ومسيحي بالبلد لا على اكيد انا عم بحكي كلبناني هذا الحكي الموضوع يحكي بالموضوع عيب 100% هذا مهزله هذه مهزله بحق المواطن 100% بحق الشباب اللي نجحوا بكفاءتهم هذه مهزله كبيره يا عمي 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 من هيك من هيك ما بعرف قديش التيار لا عليك ما لا لك في تيار سياسي خبرك لخينا بصحه ما حنسمح بهذا الشيء هذا البلد حقنا بدنا ناخذه هذا البلد حق لكل اللبنانيين ما حدا عم يلغي حدا نحن بدنا اصحاب الكفاءات لو ما كنتوا اصحاب كفاءات ما كنتوا نجحتوا بعدكم بالانتظار هلا في اتجاه ياخذوا يعني عدد معين يعني كيف اجوا بالترتيب بالنجاح يعني بدون ما نميز اذا كان مسلم ولا مسيحي بناخذ ست لا ما في منها في اتجاه هيك هلا اني ما بعرف على شو الدوله بدها ترسي صراحه لانه هيدا حق لكم بس بده ما بعرف شو الطريقه اللي بدهم يعملوها حتى تتوظفوا حتى تدخلوا على الاداره يعني لانه هيدا حق لكم عندنا فاصل ومنتابع بنتابع الحلقة عنا وباخد اتصال جديد الو 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 تفضلي ايه الو تفضلي ايه الو مدام كيفك؟ الحمد لله تفضلي معك مارلين ايه اهلين انا مريضة بمرض تشمع نقيل عظم وبحاجة لعملية زرع نقيل عظم عمليتي بتكلف 80,000 دولار ومن سنة ونص كان لازم اعمل العملية بس للأسف ما كان حدا عم بيساعدني لحد ما الله وفقني بجمعية بنين وبشكر الله لا ينعوضوهم حدي وهن ساعدوني لحتى ننزل على الطرقات حتى نلم تبرعات من العالم بشكر الله على مساعدتهم وبشكر كل إنسان ساعدني
بس وصلنا لمطرح ما بقى فينا نقدر نعمل شيء، وبعد ما قصني مبلغ 15,000 دولار تقدر كمل العملية، تقدر أعمل العملية. ورح تنعمل العملية؟ وأنا وصراحة هن عم بيساعدوني من كل النواحي، يعني حتى في عندي علاجات جانبية عم بيساعدوني فيها، والجمعية ما بقى تقدر تعمل شيء أبدا، والمستشفى مش عم ترضى إلا ما يكون المبلغ كامل حتى يرضوا يعملوا لي العملية، ومش عم يرضوا على وزارة الصحة أبدا. ليه؟ لأنه ما بتنعمل على حساب الوزارة ولا شو؟ القصة مش إنه هي بتنعمل على حساب الوزارة، بس المستشفى مش عم ترضى تعطيني الورقة حتى الوزارة تدفع لي. اف، بأي مستشفى؟ مستشفى الشرق الأوسط بصليم. اوكي، يعني انت بحاجه ل 15000 دولار هلا؟ بحاجه ل 15000 دولار لاقدر كمل اقدر اعمل العمليه. في عندك صحتي صارت بخطر، امبارح كنت بالمستشفى صار لي يومين، من يومين ظهرت امبارح كان في عندي عمليه بمعدتي بسبب انه كان لازم تنعمل من سنه ونص وصار في تاخير كثير، وهلا بحالي صار كمان بده يشيلوه، يعني كثير صار وضعي كثير انه على الاخر. عندك رقم تليفون؟ عندك اذا بدهم يتواصلوا معك يعني اذا في حدا بحب يتواصل معك كيف من خلالنا نحن او شو بتريدي نعمل؟ رح اعطيكم رقم التليفون تبع الجمعيه لانه هن عم بيساعدوني وهن عم يوقفوا حدي، وبس قلت لك انه ما بقى نقدر نعمل شيء. هيدي هي المشكله. هيدا هو رقم الجمعيه اللي حطيناه على الشاشه هلا 7-6. مزبوط، هيدا هو رقم الجمعيه 500084. مزبوط، هيدا هو الرقم. ان شاء الله على سلامه، وان شاء الله الايادي البيضاء ما بتنتهي بلبنان. بعرف في كثير ناس بحبوا يعملوا عمل خير بمكانه. ان شاء الله يا رب باذن الله. يعني انا صدقيني لانه وصلت على الاخر وكثير عم بتوجع صايره، وما بقى في مجال اني اتحمل بقى اكثر من هيك. يعني حياتي صارت بخطر، واذا ما بعمل العمليه انه لا سمح الله رح موت. يعني يلا ان شاء الله بيتامنوا ال 15000. وانا طبعا دائما عبر الحال عنا بعرف في كتير ناس بيتابعونا، في كتير ناس بحبوا يساعدوا يمدوا ايدهم مرات ولو انه بتقولوا فلس الفقير او فلس الارملة، ولكن بيجمع حتى نعطي حياة لست هي بحاجة لهالعملية هيدي. اذا الاتصال بالجمعية اللي عم تعتني فيها هي رقم 7-6-500-084. ان شاء الله على سلامة مدام مارلين. باخد اتصال اخر. الو. الو، تفضلي. الو، بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم. بدي بس سؤال، اذا صندوق المستأجرين بلش الدولة عملته يما بعد ما بلش؟ لما بعرف اي شيء اكيد بنخبركم. بعد ما بلش؟ بعد ما بلش. لا. مرسي بوكو. تكرمي. الو. الو، بونجور مدام. بونجور، انا عم احكيك من منطقة الكورة. اي اهلا وسهلا فيكي. منطقة السامريين. نعم. نحن تابعين لبلدية راس مسقى. نعم. وأنا من سكان شارع براد الشامي بيسموها. نعم. من 3 سنين لليوم، وكل يوم كل مرة منتلفن للبلدية مشان تزفيت الحي، بيقولوا لنا بس يجي الزفت من زفت. بعد ما اجى الزفت. نص زفتوا نص الحي. ايه. من شيء 8 أشهر. وتركوا نص التاني كله جوار، وكل فترة منغير أموتور السيارة وتكسير سيارة. قام اجوا بالفترة الأخيرة مشي شهر زفتوا كل 10 جوار، زفتوا جورة وتركوا 9. يعني رقعوا ترقيع. رقعوا ترقيع بطريقة انه رقيق الزفت مثل سلك الدفتر الصغير. ايه. خليني اشوف ليش التأخير. يمكن هالي مع توقيف الكسارات والمرامل ما عم بيكون في يمكن كميات كبيرة. بدي اسأل البلدية ليش التأخير، واي متى بتتزفت كامل مثل اول الطريقه، يعني تنعمل كامله، مش مطرح مرقع ومطرح زفت بلش. بنجاوبك. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو. ايه تفضل. الو، تفضل. من فضلك سؤال بخصوص اللايسنس العمومي. نعم. مزبوط عم ياخذ 500,000 ولا نزلت؟ ما تغير الرخص، ما تغير الرسم. انا ما بعرف قد ايه، بس ما في تخفيض. في هلا ني على الغرامات تخفيض 85% على غرامات التأخير، يعني في على
يلي مأخر بالدفع سنين أو شيء في تخفيض على الغرامات 85%، بس كرسم ما بعتقد في تخفيض. لا الرسم الأساسي ما بعتقد. هلا ما بعرف قد ايه الرسم، ما بقدر اقول لك انا هلا قد ايه، بس بعرف التخفيض موجود هلا على غرامات التاخير لاخر السنه. اوكي اهلا وسهلا فيك. كمان في اتصال؟ الو 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 ايه تفضل تفضل. بالحدث نعم حاطين العدادات عم بيركضوا ركض بالخمسة أمبير عم بدفع 75 70 65 وفي يعني أنا عم بدور براد ومروحة وتلفزيون وضو. عداد الكهرباء عداد الموتور يعني مع عداد الكهرباء تبع الموتور الكهرباء الموتور الموتور. هلا ما بعرف ليه عم يركض ركض، يعني اجمالا العدادات يلي تركبت هي مواصفات كهرباء لبنان. هلا اذا في بعض الناس حطت عدادات عم بتسرع او عدادات ما بتمرق يعني شيء مش معقول، يعني كله براد يعني براد وتلفزيون مش عم دور لا موتور ولا شيء ولا شيء يعني حتى غساله ما عم دور. راجعت صاحب المولد بالموضوع؟ ما اخر همه مين بدي راجع مبارك؟ بتراجع حماية المستهلك، إذا كان في أي شيء بالعدادات بتقدر هي تلفت النظر صاحب العداد صاحب الموتور، ما يقلك إلا حماية المستهلك. يعني هو المرجع يلي بيحمي الناس. أنت بتتصلي فيه؟ ما بيقبلوا هن، يعني أنا بتصل على الأكيد بقول لهم، بس هن بحبوا إنه أنتم تتصلوا فيهم كمان، عرفتي؟ إيه؟ عرفت؟ طيب بقدر آخذ رقمه؟ 17 واحد سبعة لحظة 1 7 3 9 4 4 أرقام 1 7 3 9 إيه هن بيقدروا يفيدوك ما دام بدو ياخذوا منك تفاصيل. طيب أوكي أهلا صورة اليوم نشوفها سوا. صورة اليوم هيدي بجمعوا هالزبالة على خزان مياه العاصي، بفكروا كأنه المنطقة هونيك مش من لبنان وما حدا شايفهم، لا عين الام تي في واصلة وين ما كان. يعني للحقيقة بعرف أنه اليوم خطة النفايات على مجلس الوزراء، ولكن هيدا الشيء ما بيمنع أنه يكون في إجراءات تتخذ بالناس اللي عم تحرق نفايات فوق خزان مي كتير أساسي مياه العاصي مثل ما شايفين بهالصورة هيدي. هيدا شيء مش مقبول، مش مقبول اطلاقا، غير التلوث يعني اللي بيحصل من نتيجه هالدخان هيدا. يعني ما بنعرف شو نوعيه النفايات اللي عم تنحترق. قبل ما انهي بحب اقول شغله، وكانه الفقير بلبنان مش لازم يتحكم. يعني مارلين اتصلت فينا من شوي انه بعدنا قصى 15,000 الى سنه مؤخره على عمليه لأنه مش قادرة تأمن المصاري وتعملها لأنه المستشفى ما بيقبل حساب وزارة الصحة. هيدا شيء معيب جدا. مثل ما كمان امبارح زارتني ست وبتقلي أنا عندي سرطان دم وأصلا باخد أدوية كتيرة كلفتها $300 بالفرمشية وقالوا لي ما تاخدي من مستوصفات. مين بيقدر يأمن لها $300 كل شهر أدوية؟ هيدا غير العلاج طبعا اللوسيمي. بهذا البلد ناس بتبعت لي لوايح ادويه بتقول لي منا قادرين نشتريها منين منجيبها، الوزاره بتعطي ادويه ولا لا؟ هذا موضوع بيستحق انه نعمل له حلقه لانه مش مفروض نترك اي مواطن لبناني بدون استشفاء وطبابه بسبب التمويل. بعطيكم موعد بكره، الى اللقاء.